ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده دبابيس فراخ في الفرن، ومعانا المقادير: دبابيس فراخ، زبادي، مايونيز، صلصه، مستردة، ملح وفلفل، بهارات فراخ، ثوم بودر، بصل بودر، بابريكا، زيت. طبعا هنا جبنا بوله فضينا فيها المقادير السائله، وهننزل بالبهارات عليها. هنقلبهم مع بعض. بعد ما خلطنا المقادير هننزل بالفراخ ونقلبها في التتبيلة كويس. ده كده شكل الفراخ بعد ما حطيناها في التتبيله وقلبناها. هنسيبها تشرب منها لمده ساعه او ساعتين حسب الوقت بتاعك، بس مش اقل من ساعه. ده كده شكل الفراخ بعد ما سيبناها ساعه في التتبيله. هنرصها في الصينية وندخلها الفرن. هندخلها الفرن ولما تستوي ان شاء الله نشوف شكلها مع بعض. ده شكل الفراخ بعد ما خلصناها.